السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الأول متوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة نموذج لأسئلة مادة اللغة الإنجليزية امتحانات الكورس الثاني، الامتحانات النهائية. هذه نهاية الكورس الثاني، هاي نموذج لأسئلة مادة اللغة الإنجليزية. هنا راح نقرأ القطعة، read the following passage carefully، يعني أقرأ القطعة بعناية بتركيز. أحمد is 40 years old، أحمد عمره 40 سنة. He lives in بصرة، يعيش بالبصرة with his family. He is a fisherman، هو شنو صياد سمك. He has a small fishing boat، عنده قارب صغير للصيد. He always think of his work، هو دائما يفكر في عمله. أحمد get up early in the morning، يستيقظ صباحا. He goes to the sea، ويذهب إلمن إلى البحر. He catches fish، يصطاد. هنا catches يعني يمسك، هي catch يمسك، بس هنا catches يعني يصطاد. He earns much money every day، هو يكسب يربح نقود، يكسب نقود كل يوم. He always feels happy، هو يشعر بسعادة. Because he loves his work، لأنه يحب عمله. عندنا نجي على نجاوب على الأسئلة. يقول what does أحمد have، شوف what does أحمد have يعني ماذا. هنا have معناها أحمد ايش يملك، فاحنا شو نقول؟ نقول أحمد أو he أحمد أحمد has، لأن have تأخذ has، a small، هو يملك قارب صغير، a small fishing boat. زين، خلي نقطة، يملك قارب صغير مالة الصيد. زين، نجي على الجملة الثانية. يقول where does he go، هو وين راح؟ هو راح إلى البحر. he goes، هو ذهب to the sea، إلى البحر، ذهب إلى البحر. زين، هنا يقول أحمد loves fishing، لو شوبينج، هو يشتغل شنو؟ صياد، فإذا هو يحب الصيد. fishing، يقول أحمد أحمد always يشعر أنه غير سعيد، دائما يشعر نفسه غير سعيد. الجواب false، هو يشعر نفسه سعيد. false، هنا نكتب false، الجواب خطأ. زين، نجي على الجملة اللي وراها. He earns much money every day، هو يكسب نقود كل يوم. الجواب نعم true، هو يكسب الأموال كل يوم. Answer question 2. Answer this question with information from your textbook. يعني textbook، اقرأ بما موجود عندك بالقطع الكتاب. In France they make، هم شو صنعون؟ يصنعون cars، يصنعون سيارات، وبعد شو صنعون؟ أيضا يصنعون and planes، والطائرات. نجي على الجملة الثانية. يقول what month did Kate arrive in Iraq، Kate شو وقت وصلت للعراق؟ last month، وصلت آخر الشهر. last عفو last month. نجي على السؤال الوراء. يقول the weather in Spain، يعني الطقس في إسبانيا، in summer is hot، الجواب true، نعم حار هو في الصيف. يقول Oman has quite population، يعني big، لو عمان بها
جدا كبير، عدد السكان كبير لو صغير small، عدد السكان small السكان مالته. How did the drive feel؟ ايش يشعر كان السائق يشعر به؟ انه قلق ورد. نكمل وياكم ورد كان يشعر انه قلق. نرجع نكمل وياكم حل الاسئله. Do as required يعني ذني اعمل ذني الاسئله التاليه. Have you ever been to Spain؟ Yes. استخدم you have لو I have. الجواب راح انا جاي اجاوب، يعني انا اللي جاي اجاوب واقول I have. نجي على الجملة الثانية، يقول your hand before you eat، give order use wash، انطي امر انه اغسل يديك قبل الاكل، فايش استخدم يعني wash غسل. ايش اقول؟ اقول له wash your hand before you eat. زين، نجي على الجملة اللي وراها، يقول I استخدم by last Tuesday يعني بالآخر الثلاثاء، ف an accident last Tuesday، فلازم اختار الماضي، فالماضي هو so، الماضي مال سي يرى هو so، انا شاهدت حادث آخر الثلاثاء. Think you what are about make question، انا لازم اسوي هالسؤال، اول شيء اجيب what وراها what are you ورا ما اكمل what are you thinking لازم اجيب ing about واخلي about. دائما اعزائي الطلبه تذكروا انه ورا الاز او الار يا اما يجي صفه يا اما يجي فعل بي اي ان جي او صيغه الاي ان جي. اي لايك داكس، اي دونت لايك ايت كات، العفو، اي لايك دوكس، اي دونت لايك كات. هنا انا احب الكلاب، لكن استخدم لكن انا لا احب القطط بات. زين، نجي على السؤال اللي وراه question 4 A complete the sentences with the correct word from the list، يعني استخدم هذا تعتمد على المعنى الكلمات بما يناسبها. Always wear you فراغ belt in the car، يعني دائما احنا لازم نلبس حزام او نربط حزام الامان. نقول when you say question you عندما تريد سؤال او تسال سؤال، شو تقول له؟ يو اسك تطلب. زين، يو ار ان ات ناو، انت الان شنو؟ وين احنا الان؟ يو ار ان ايش عندي انا؟ بقى عندي سكول مدرسه وانكل وبلم، فشو استخدم؟ استخدم سكول. انت الان في المدرسه، لان يسالني على مكان. اف سمبدي از ا بيت فات، اذا شخص كان جدا سمين، it a nicer to say his، شو نقول عليه؟ يعني سمين او متين. تمام. زين، my فراغ ايش بقى؟ my uncle is my father or my mother brother، يعني العم هو يا اما يكون اخ الام، اخو الابو او اخو الام. uncle
هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. يقول write the missing word، اكتب الجملة يعني الناقصة. احنا ايش عندنا هنا او المفقودة؟ tall taller large، فقط اضيف er اذا انتهت الكلمة بالحرف اي، فقط اضيف er. اراك اراك، سودان يصير سودانيس، يصير سودانيس. زين نجي هنا بلاي بلاي، لوس هذا يعني شهاده، تصير لوست بهذه الصيغه، ضائع او مفقود. هنا التنقيط بنكيش ذا فولوينج سنتنسز، يعني نقط هذه الجمله. فاول كلمه احنا حتى اذا ما نعرفها لازم نكتبها كابيتال، اللي هي معناها رنا، هو اسم. فاوند بن فريند، وين ان جوردن، ان جوردن، واخلي بما انه بدأت تفاعل اخلي نقطة. هنا انا رايت ذا باراجراف اباوت روسبتي، عن امان الطرق واذا والمخاطر الطريق، واكتب رسالة عن العراق، انشاء العفو عن العراق. هذا بالنسبة للنموذج الاول. عندي النموذج الثاني ايضا، هذا النموذج الثاني. علي has bought a house and has come to live in it with his wife and two sons. يعني علي اشترى بيت وقرر انه اتى للعيش به مع زوجته واثنين من ابنائه. The house is old، البيت كان قديم. But he and his son are going to make it nicer، لكن هو وأطفال أو أولاده سووا خلوه جميل. because شنو السبب؟ لأن علي is mechanic and he works in garage in بغداد، لأن علي يشتغل ميكانيكي ويعمل في جراج في بغداد. he is unhappy because هو غير سعيد. ليش؟ the owner of garage is bad man، لأن أبو الجراج أو صاحب الجراج شبيه رجل غير طيب أو سيء. therefore لذلك علي decided to have a workshop in his house، لذلك علي قرر ان يعني يسوي مخزن او ورشة عمل في بيته. نجي هنا نقول what did علي buy، شو اشترى علي؟ اشترى هاوس فقط. نقول علي bought، نحولها للماضي لان بها did، فعلي bought a house، اشترى بيت. علي اشترى بيت. Where does he work؟ وين يعمل هو؟ احنا قلنا يعمل في جراج in بغداد. زين he work، لازم اقول he capital، he works اخلي لها s، لان does he works، واكمل من كلمة in a garage، وين in بغداد. بغداد. زين نجي على الجملة اللي وراها، يقول he is unhappy، هو غير سعيد. because the owner of the garage is، فقط أضيف كلمة، لأن أبو الجراج شبي رجل، is a bad man، is a bad man، a bad man، a bad man، رجل سيء. يقول the house is new، البيت كان جديد. الجواب خطأ، false، كان قديم. يقول علي has to come to live in it، يعني يقصد بالبيت، with his wife and two sons، هو اجى للعيش في البيت مع زوجته واثنين ابناء. جواب true، جواب true صح. زين نجي على السؤال الثاني question 2. يقول answer the question with information from your textbook، يعني اجب عن الاسئلة التالية بما موجود عندك في الكتاب المنهجي. نجي هنا يقول where did the ball go، where did the ball go، اين ذهب؟ نقول ذهب هو وين ذهب؟ كان in the road، الى الطريق يعني. السؤال الاول
نقول in the road worded نجاوب رأس مباشرة in the road. زين نجعل why didn't أمل's father go to the airport؟ ليش هو راح أبو أمل راح للمطار؟ لأنه هو يعمل في المطار. فنقول he الجواب راح يصير he was working. زين عمان is دولة عمان هي شبيهة not very big صح؟ عمان is not very big ليست دولة كبيرة very big. يقول يوكي's house is near in the city. بيت يوكي كان قريب من المدينة. جواب فولس. زين in France they grow هم يزرعون fruit and vegetables. الجواب ترو نعم هم يزرعون الخضر والفواكه. True and vegetables. نجي هنا does as required. هاي القواعد. أول وحدة يقول خلي هذا الفعل future continuous يعني مستقبل مستمر. احنا المستقبل المستمر لازم بي بي صح لو لا؟ احنا شو نسوي هسه؟ أول واحد نجي على نور come to our house next week. احنا قلنا لازم المستقبل بي نجيب will هاي مستقبل لازم نجيب بي على مود نخلي الفعل كام بالاي ان جي. ولا تنسون تحذفون الاي اذا انتهت الكلمة بالحرف اي في اضافة الاي ان جي يحذف. I fall down the stairs and hurt. انا سقطت من السلالم. شبيه اذيت نفسي فاقول myself فاقول myself الضمائر الانعكاسية. اجي هنا أنا. If I get hungry اذا كنت جائع I cook a meal. حتى تعرفون انه if الجملة الوراها يجي مضارع بسيط فاللي وراها يجي مستقبل بسيط يعني بس اخلي will قدام الفعل cook. زين lions where comes from do put in order يعني رتب بما انها بها علامة استفهام فاول شيء اجيب الاداة السؤال where. ايش عندي اني لازم شو اسوي؟ اقول where do لان هذا فعل مساعد يحذف. شلون اذا السؤال هناك where do شو اجيب؟ اجيب الاسم اللي هو lions الفاعل. where do lions come from من اين تاتي الاسود from واخلي علامه استفهام اللي موجوده هنا. انا I put a watch for ندى. انا اشتريت ساعه ندى. A sweater for أمينة وبلوز الأمينة and مبينه يعني اشترى الساعة and وبلوز الأمينة and. أجي هنا أنا. أيضا complete the sentences with the correct word from the list يعني أجب عن هذه الأسئلة بما أكمل هذه الفراغات التالية بما موجودة. We need some فراغ to make bread. نحن نحتاج فلور الطحين لعمل الخبز. Spain is فراغ in winter. شبيها cold. لا إسبانيا هي باردة في الشتاء. Cold. A فراغ usually has a picture and stamp on it. يعني إحنا شو نسوي؟ نسوي ملصق بوست كارد عادة. أستخدم بوست كارد. نستخدم عادة للصور والطوابع. The fourth month of the year is منو هو أبريل. رابع شهر بالسنة هو أبريل. أبريل. زين. It gives us light and heat. اللي تعطينا الحرارة والضوء شو يسموها؟ It's sun الشمس. زين. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. Write the missing word. إضافة ال dry جاف. احنا قلنا اذا انتهت الكلمة بالحرف واي وقبلها حرف صحيح نقلب الواي الى اي فهاي اقلبها الى واي واضيف اي ار دراير. هنا
الناشوناليتيز القوميات او الجنسيات، عمان عماني، فرنسا سير فرنش، سير فرنش، خلينا نكتبها كابيتال. زين بالنسبه بي بين الماضي مال التصريف الثالث مال الفعل بي بي تيك، شو يصير؟ تيكن، تصريف الثالث او اسم المفعول للفعل هذا يصير بهذا الشكل تيك تيكن. هنا التنقيط اقول اول شيء اكتب وول كابيتال، وول يو، وول يو بي ان لندن اكتبها كابيتال لتر لانها اسم عاصمه دول اسم مدينه. نكست مانث مالي يعني اي شيء بيها، وبما انها بدت بفعل مساعد اللي هو وول اخلي علامه استفهام. ايضا هنا رايت ابراغراف اباوت رود سيفتي اند هاو دنجرس ذا ستريت كان بي، يعني اكتب عن الطريق طرق الامان في الشارع، واضافه الى انه المخاطر اللي موجوده في الشارع. رايت بوست كارد تو بيل فريند، يعني ابحث رساله الى صديقك اخبره عن بلدك، عن اخر بلد الذي زرته. هذا بالنسبه لهذه الاسئله. لهنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.